بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي جماهير الاهلي العظيمه، جماهير اعظم نادي في الكون، اهلا ومرحبا بكم على قناتكم قناه النادي الاهلي، وحلقه جديده من الاستوديو التحليلي. والنهارده عوده للمنافسه المحليه مره اخرى بعد غياب النادي الاهلي فتره من فترات اللي فاتت في كاس العالم للانديه ثم دوري ابطال افريقيا. النهارده لقاء مهم جدا مع اسوان في الاسبوع 19 من الدوري العام المصري الممتاز لكره القدم، وهيكون على ملعب اسوان ان شاء الله. مباراه لن تكون سهلة أمام فريق تطور أداؤه وأصبح لديه طموح للاقتراب من منطقة، مش المربع الذهبي ولكن المنطقة الدافئة، بيحقق نتائج طيبة تحت قيادة المدير الفني أيمن عبد الله. ولكن قبل ما أروح لماتش النهاردة نروح لزميلنا محمد توفيق من ملعب المباراة ونتعرف منه على آخر الأجواء. مساء الخير كابتن ايمن، تحيات لحضرتك كل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. يتجدد اللقاء وجوله جديده من جولات الاستوديو التحليلي، وهذه المره من زهره الجنوب محافظه اسوان، مباراه الاهلي واسوان في اطار مباراه الجوله 19 من الدوري المصري الممتاز. فريق النادي الاهلي استعد بالطبع بشكل اكثر من رائع لهذه المباراه، خاصه بعد العوده من السودان مساء السبت. كان النادي الاهلي موجود هنا في اسوان، الفريق خاض تمرينتين على استاد المباراه، استاد ملعب اسوان اللي هيحتضن اللقاء ان شاء الله في تمام الثالثه الا الربع من مساء اليوم. يمكن الفريق طبعا ادى اول مران كان يوم الاحد عصرا، وبعد كده كان المران الثاني بالامس، واللي اختتم بيه الاستعداد كان ظهر امس الاثنين. يمكن مستر مارسيل كولر قبل التدريب الاخير كان في محاضره مع اللاعبين، اتكلم معاهم عن اهميه هذه المباراه، خاصه انها مباراه هتساهم بشكل كبير جدا في تاكيد الصداره والحفاظ عليها، وتبقى خطوه من خطوات متبقيه ان شاء الله لاستعاده لقب الدوري المصري الممتاز وعودته مره اخرى لمكانه الطبيعي في الجزيره. كمان الفريق النهارده يمكن بدا يومه مبكرا جدا هنا في فندق الاقامه كابتن ايمن، في 9 صباحا كانت وجبه الافطار، 9:30 كانت طبعا فتره الاكتيفيشن، واللي فضل مستر مارسيل كولر المدير الفني للفريق انها تكون عباره عن مشي لمده نص ساعه، استغلالا للطبيعه الساحره والعزله اللي موجوده هنا في مقر الاقامه بمحافظه اسوان. من بعدها كان الغداء في الساعه 11:15، والمحاضره الاخيره للفريق اللي اتكلم فيها الجهاز الفني عن اهم نقاط القوه والضعف فريق اسوان والخطه اللي ان شاء الله هينوي تطبيقها في مباراه اليوم. كمان بالطبع بنتمنى التوفيق لطاقم الحكام اللي هيحكم مباراه اليوم بقياده الحكم الدولي محمود البنا، يكون موفق في كل قراراته ويدي كل فرقه حقها باذن الله. لا يتبقى الا ان دعوات كل جماهير النادي الاهلي للفريق بالفوز، ويكون موفق ان شاء الله النهارده، ودايما النادي الاهلي في المقدمه، ويبقى النادي الاهلي دايما رقم واحد. كمان كابتن ايمن اتفضل. شكرا جزيلا للزميل العزيز محمد توفيق. زي ما قلنا ماتش صعب جدا جاي بعد خساره، فبرضه العمليه او الروح المعنويه بتبقى برضه شويه يعني منخفضه، ولكن لعيبه النادي الاهلي والنادي الاهلي دايما بيعملوا كده، حتى في الافراح قبل الاحزان، لما بيحصل ان احنا بنعدي من ماتش وفي ماتش تاني خلاص بننسى اللي حصل، لازم تطلع من اللي حصل، وده اللي نتمناه. لازم لعيبه النادي الاهلي تحس بالصوره كامله من الخارج ومن الداخل، تحس بالصوره كامله وترد هي في الملعب. لازم لعيبه النادي الاهلي ترد في الملعب، خلصت كلامي؟ لا، عندي كلام كتير قوي 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 ما قلتوش، ولكن خلينا في ماتش النهارده، نروح لفاصل، وبعد الفاصل نرجع نستقبل نجومنا الكبار المشرفين النهارده، كابتن شيف عبد المنعم، كابتن اسامه عرابي، كابتن عادل عبد الرحمن، والكابتن احمد بلال. ارجوكم انتظروا. نرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، بنرحب بنجومنا الكبار المشرفين النهارده، كابتن شيف عبد المنعم. مشرفنا يا كابتن. ازاي كابتن ايمن؟ كابتن نور الدنيا، اخبارك ايه؟ الله يخليك. تمام الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. كابتن اسامه عرابي، اهلا وسهلا بيك. الله يخليك. الحمد لله. كابتن عادل عبد الرحمن، اهلا كابتن ايمن. اهلا بيك. اهلا يا كابتن. كابتن احمد بلال، اهلا وسهلا بيك. كابتن ازيك كابتن؟ الله يخليك. اخبارك ايه؟ الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كله كويس. كابتن شريف، مباراه صعبه، تحدي جديد قدام النادي الاهلي، ولكن المره دي في المسابقه المحليه، النادي الاهلي عايز يكسب علشان يحافظ على صدارته للدوري. بسم الله. او ياكد صدارته للدوري، لان هو برضه هو اللي هيبقى ايه متصدر الدوري. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم جديد في تحدي جديد، مباراه خارج ارضك برضه عند اخواتنا في اسوان. حقيقه اسوان عمل سمعه لنفسه، خدت بالك، بفوزه على نادي الزمالك في مباراه كبيره، فهو ده اللي مدي المباراه كمان في اجواءها واهتمامها. و البحث الاسوان عن فوزه بقاله، خاصه انه خسر الماتش اللي فات من ساعه ما كسب فريق نادي الزمالك، وهو تعادل مره وغلب مره. اخر مكسب كان الداخليه، كان اخر مكسب ليه الداخليه. حق مشروع لاي فريق انت بتروح ان هو يدافع عن نفسه، ده في ارضه وسط جماهيره،
ولكن النادي الاهلي لما بيلعب في اي حته كابتن ايمن مع اول هدف بيحرزه دايما ليا انا الحكايه دي بحسها كنت وانا بلعب او بتفرج عليها تحس ان الملعب كله قلب اهلي وبتظهر الشخصيه الحقيقيه للملعب خد بالك اللي هي الشكل الطبيعي وده بيترتب عليه تركيز لعيبه النادي الاهلي ومأخذهم الجد للمباراه مهما كانت الظروف ومهما كانت الارهاق اللي هو موجود من مباراه اسوان مباراه الهلال والسفر والدخول والرجوع في اجواء غير طبيعيه بالنسبه للعيبه والملعب ولكن ارضيه اسوان اعتقد هتبقى احسن واجواء اسوان هتبقى احسن بكتير قوي من اجواء الهلال يعني ف النهارده انت بتستعيد حاجات كتير جدا ذكريات الفوز خدت بالك انت بتستعيد النهارده بعد كاس العالم للانديه وفوزك المباراتين وعدم التوفيق في مباراتين والمباراه بتاعه الهلال فانت النهارده بتبحث عن وجودك الطبيعي اللي هو على قمه الدوري اللي انت موجود اوريدي فيه ولكن بتبحث عن الفارق الكبير اللي بينك وبين اي حد بيحاول الوصول او بنسميه بيتتبع خطواتك يعني صحيح. بيتمنى لك انك انت يحصل لك اي عشرات عشان يحاول يقرب منك فالنهارده في حاجات كتير قوي بفوز بثلاث نقاط النهارده يخليك اعتقد الفتره الجايه دي كلها خلاص يعني احنا الضغوط والكلام من ده تتلغي كلها ايمن النهارده بفوز النهارده صحيح معاك بيتلغي حاجات كتير قوي مزبط. عن اللعيبه عن الجهاز الفني عن حتى الجماهير الجماهير النهارده مستنياك بهذا الفوز هذا الفوز مقدر يعني الجماهير مقدره كل اللي فات ما حكايه كاس العالم الانديه دي انت عملت وجه مشرف جدا الظروف اللي قابلتك في الهلال كل سنه بنروح في اول ماتش يا ابني تعادل يا ابني بيحصل لنا خساره مثلا كان في اي حته في افريقيا وبنرجع وبنلعب على ارضنا وبنحاول نبقى اول مجموعه بنطلع تاني مجموعه وبنوصل للنهايات مش دي نهايه المطاف بالنسبه للنادي الاهلي ان هو يخسر مباراه ومباراه في بطوله غير البطوله ايوه مباراه في بطوله متسيدها هو اذا كان في افريقيا او متسيد في الدوري العام ايوه فالنهارده بنبحث عن القمه في كل شيء القمه في البعد عن اي حد بيمشي وراك او بينافسك القمه في المعهوده بالنسبه لك والاسم الكبير بتاع النادي الاهلي فانا بتمنى النهارده وحاسس ان لعيبه النادي الاهلي رغم الظروف ورغم كل التغييرات اللي بتبقى موجوده في التشكيل انما لعيبه الاهلي كلهم سكواد واحد لعيبه النادي الاهلي اعتقد ان كلهم قريبين من بعض يعني ده جماهير النادي الاهلي في الملعب ده اللي انا لسه بحكي لك عليهم منظر فعلا اتفضل يليق عامل ازاي يعني طبعا وبعد اول هدف باذن الله يحصل بتلاقي الدنيا دي كلها حتى بما اخواتنا الاسوانيين بيعشقوا الاهلي يعني صحيح. هتلاقي الجماهير كلها مع الاهلي قلبا وقالبا يعني جماهير النادي الاهلي دايما ورا النادي الاهلي في كل حته ومجلس اداره النادي الاهلي ما شاء الله يعني فخر الدنيا كلها برضو ورموزنا صحيح. الحقيقه كانت موجوده واستضافه جميله من محافظ اسوان وتبادل التذكارات والحاجات دي ففي حاله جميله لمباراه النهارده انا حاسسها ان احنا بنلعب في صحيح. فأجواء طبيعية جدا بالنسبة للنادي الأهلي. كابتن محمود الخطيب كمان راح زار مركز الدكتور مجدي يعقوب ودي حاجة طبعا سير مجدي يعقوب سير مجدي يعقوب دي قصة تانية. النادي الأهلي دايما دايما يعني بيحافظ عليها قصة تانية الخدمات يعني المجتمعية اللي بيقدمها النادي الأهلي كتير جدا جدا جدا. ربنا يديله الصحة سير مجدي يعقوب ويفضل بيدي وبيعطي وهو بيجد بيصرح إن هو بيجد حياته في العطاء الدائم خدمة الغير صحيح خدمة الناس صحيح. يعني فبالتوفيق النهارده ان شاء الله باذن الله ان شاء الله فهي معانا كانت على الهواء اللقطه الكابتن محمود الخطيب مع الدكتور مجدي يعقوب ما شاء الله الدكتور محمد شوقي الدكتور محمد شوقي عمرو فاروق فيعني بصراحه يعني لقطه جميله لقطه بيحرص عليها دايما النادي الاهلي وخدماته المجتمعيه اللي في كل حته بصراحه وكمان السير مجدي يعقوب اتكلم بصوره كويسه جدا 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 عن الكابتن محمود الخطيب وعن النادي الاهلي وعلى المنظومه عن كمان سياده النائب عمرو فاروق سياده الوزير فطبعا لا حاجه مشرفه
مشرفة للنادي الأهلي. ويا رب يكون مجدي يعقوب برضه أهلاوي ولا إيه؟ هو اتكلم كويس قوي. شكله أهلاوي بس قبل كده طبعًا. النادي الأهلي وعلى الكابتن محمود الخطيب وعلى المنظومة ككل. هو رجل الفخر إن النادي الأهلي متواجد معايا وبقيادة الكابتن محمود الخطيب ومجلس الإدارة. كله يكمل إن شاء الله بفوز النهاردة كمان يا بإذن الله كابتن أيمن. إن شاء الله ربنا يعينك. حاجة جميلة جدًا. والله حاجة جميلة جدًا الواحد بيفخر إنه أهلاوي و صحيح. الحمد لله يعني. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. ندخل بقى على اجواء مباراه اليوم ونتكلم عن تشكيل الفرقتين. تشكيل النادي الاهلي في البدايه: محمد الشناوي لحراسة المرمى، خالد عبد الفتاح ظهير ايمن، محمد اشرف ظهير ايسر، وقلبي الدفاع محمود متولي ومحمد عبد المنعم. ثنائي خط الوسط الدفاعي اليو ديانج ومروان عطيه، ورباعي المقدمه محمد مجدي قفشه، احمد عبد القادر، حسين الشحات، محمود كهربا. مرة تانية: محمد الشناوي لحراسة المرمى، ظهير أيمن خالد عبد الفتاح محمد أشرف، ثنائي قلبي الدفاع محمد عبد المنعم محمود متولي، ثنائي خط الوسط الدفاعي اليو ديانج مروان عطية، ورباعي المقدمة محمد مجدي قفشة، أحمد عبد القادر، حسين الشحات، محمود كهربا. بدلاء: علي لطفي، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، محمد شريف، شادي حسين، احمد قندوسي، بيرسي تاو، طاهر محمد طاهر، ومحمد هاني. رجع مره ثانيه مستر كولر ل 4-2-3-1، وفي 6 تغييرات النهارده على تشكيل النادي الاهلي. تشكيل فريق اسوان: عمرو حسام لحراسه المرمى، علي فتحي، محمد مصطفى ظاهرين، وقلبي الدفاع احمد كاستيلو واسلام صلاح، ثلاثي خط الوسط عماد فتحي، رافائيل يوجوا، بلال السيد، وثلاثي المقدمه محمد ناجي جدو، احمد خالد، ومحمد حمدي زكي. بدلاء: خالد وليد، احمد بليا، احمد سيد دحروج، احمد حمودي، مصطفى عبد الرسول، محمد عطوه، حسام عرفات، محمود فهمي، واحمد اشرف. كابتن أسامة، مواجهة قوية، وكما عودنا مستر كولر 6 تغييرات النهاردة. هي مواجهة قوية، أكيد مواجهة قوية لكذا سبب. عدة اعتبارات. طبعا السبب الأولاني أنك أنت بتلعب على بطولة الدوري العام، مش عايز تفقد نقط، عايز تفضل المسافة بينك وبين الفرق اللي بتلاحقك بعيدة، لأن ده بيديلك أريحية وبيدي لك وقت انك انت ممكن تغير بعض اللاعبين، بيدي لك ثقة واستقرار حتى في البطولة الإفريقية انك تقدر تبقى داخل بدون ضغوط. فده اول اعتبار. الاعتبار الثاني: الثلاث هزايم المتتالية الأخيرة رغم أدائك الجيد في بطولة العالم، ماتش ريال مدريد هزيمة طبيعية، يعني المنطق بيقول كده، انه خبره ريال مدريد والمستوى اللي بيلعبوا فيه المستوى الاوروبي هم اعلى من النادي الاهلي، فهزيمه تعتبر طبيعيه. ولكن يمكن ماتش فلامينجو وماتش الهلال الاخرانيين، ماتش فلامينجو كان في متناول النادي الاهلي ان ممكن يكسبه ويطلع باللقاء، ولكن في الاخر خسرت. ثم مباراه الهلال الاخيره اللي هي خسرتها كاول مباراه في البطوله الافريقيه، بس هو مش المشكله انك انت خسرتها، الخساره وارده في كره القدم، ممكن تعمل مباراه كبيره جدا وتخسر، لكن هي الاكثر فيها واللي زعل الناس اكثر ان ادائنا ما كانش بالمستوى اللي ظهرنا فيه في كاس العالم، يعني من اقل يمكن المباريات للنادي الاهلي في الفتره الموسم ده كله، ويمكن كمان لو قعدت تحسبها في مستوى مباريات على مدار تاريخ النادي هتلاقيها من المباريات القليله، يعني حاله كانت غريبه ما كانتش متوقعه. معظم اللعيبه ما كانتش في الحاله الطبيعيه بتاعتها، يمكن باستثناء محمد عبد المنعم، معظم الباقي ما كانش في الحاله الطبيعيه بتاعته، ودي كانت مفاجاه لينا. فبرضه دي ليها اعتبار ان النادي الاهلي عايز يرجع الصوره بتاعته اللي كانت في بطوله كاس العالم، ويوري الناس ان لا دي كبوه
وهتعدي وهتعدي ان شاء الله يعني. والنادي الاهلي قادر انه يعوض في البطوله الافريقيه ان شاء الله. ان شاء الله ويعني انا متاكد من كده. و النهارده المكسب هيعمل حاله معنويه صحيح. يعني كمان غير مكسب انك تكسب الثلاث نقاط واهميتهم في الدوري، هو كمان فوز معنوي مظبوط. يعني صح. تكسر الـ 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 الشكل اللي انت دخلت فيه في الاخر او النتائج، رغم انها فيهم فرقتين طبعا كبار اللي هم ريال مدريد وفلامينجو، فرقه الهلال ليها تاريخ برضو كبير، لكن هم جم ورا بعض، فانت عايز تكسر مرحله الهزايم دي. فعشان كده المباراه كبيره وصعبه. وايضا فرقه اسوان ماشيه بشكل كويس، بيلعبوا بروح عاليه جدا مظبوط، حماسين جدا فعلا في جدا الملعب. حماسين صحيح. فما بالك قدام النادي الاهلي مظبوط، لانه اضرب حماس اي فرقه في ماتشاتها العاديه واضرب الحماس مزبوط. بتاعها لما يجي يلعب النادي الاهلي مظبوط. بعيد عن المدير الفني، بعيد عن اداره النادي، اللاعب نفسه تسويق، انا وهو بيلعب عن نفسه بسوق عارف انه بيعرض نفسه، ملايين بتتفرجوا عليه صح. ملايين هيتذكروا اداؤه في المباراه دي مزبوط. يعني ممكن مباريات كتيره يؤدي فيها احسن من مباراه الاهلي، بس الانطباع اللي هيتاخد في مباراه النادي الاهلي مختلف، انطباع ممكن يدوم معاه يمكن على مدى سنوات عمره مزبوط. يعني يقول لك الفلان الفلاني ده جاب جون في النادي الاهلي في الماتش الفلاني، فلان الفلان ده كسب النادي الاهلي، يعني ده ممكن يغير مسار حياته خلي بالك من ناحيه كره القدم يعني مظبوط. ممكن كمان انديه بتحط عينيها عليه لما بتشوف انه ادى بشكل مزبوط. كويس او تالق في مباراه الاهلي. فهي المباراة ما فيش شك ان هي مباراة صعبة، ولكن الطبيعي والمنطقي في كرة القدم بإمكانيات النادي الأهلي وخبراته واللعيبة الدولية اللي عنده والمواقف الكتيرة اللي اتحطوا فيها سواء في بطولات إفريقية، بطولات الدوري، مواقف صعبة، بطولة أندية كأس العالم اللي هو لسه راجع منها، ان يقول ان الكفة أرجح للنادي الأهلي صح. بس ده امتى؟ زي ما قلنا ماتش الهلال السوداني، لما يكون اللعيبه في حالتهم وقت المباراه، يعني لما نيجي المباراه تبتدي الساعه 3 الا ربع ولا الساعه 3 زي ما 3 الا ربع ان شاء الله، الوقت اللي ال 3 الا ربع ده الحاله بتاعه اللعيبه في المباراه هي اللي تقول اللي احنا بنقوله على الورق، ان الاهلي المفروض انه يكسب، الاهلي المفروض احسن، الاهلي المفروض خبراته اكبر، النادي الاهلي عنده لعيبه دوليين كتير. اللي هيحصل في الملعب هو الفيصل مظبوط، هو اللي هيحصل في الملعب هو الفيصل صحيح. ف انت عايز اتكلم بصفه عامه ولا اتكلم في لا هنتكلم لا هنتكلم بصفه عامه وهنتكلم بعد كده في التشكيل ان شاء الله ماشي. فان شاء الله النادي الاهلي يعمل مباراه كويسه باذن الله ويعوض النتيجه والاداء اللي هو ما كانش متوقع في مباراه الهلال، والنادي الاهلي قادر انه يعمل كده ان شاء الله باذن الله. كابتن عادل، يمكن صعوبه ماتش اسوان النهارده كمان ان هو جاي بعد ضغط كبير من مباريات لعيبه النادي الاهلي مؤخرا، والسفريات والجو المختلف ما بين هنا وهناك، وبعدين افريقيا، وبعدين يرجع تاني على اسوان، ولو ان جو اسوان مشابه شويه لظروف الهلال، لكن ماتش النهارده هيكون وسيله مثاليه للرد بالاداء والنتيجه، خصوصا بعد تعرض لعيبه النادي الاهلي لبعض الانتقادات المباراه اللي فاتت. بص يا كابتن، خلينا ناخدك لافضل حالات النادي الاهلي في كاس العالم للانديه. اتفضل. وبعدين اوصل من كاس عالم للانديه في اجواء قويه جدا، فيها كم جري كبير، في ضغط مباراه صعبه جدا عليك، وبعدين تروح مباراه زي مباراه الهلال ملعب، انا مش بطلع مبرر لكن انا بدي عذر للعيبه في حاجه مهمه قوي، يعني دي من المباريات الحساسه للاعب في الفتره دي، بيحصل للعيب حته التكيف بتاع الجو والحراره، بيجي من اجواء لاجواء، خلي بالك دي بتفقد اللعيب طاقه كبيره قوي جوه الملعب. انت لو ايام الصيف، واحنا بنلعب ايام الصيف في مصر، او جاي من اجواء حاره ورايح اجواء حاره، انت تقدر تبقى في تكيف، في تاقلم مظبوط. لما تنزل ما تنزلش الا 5% 10% من جهدك، لكن بعد الجو ده وتروح الملعب ده وفي الجو ده هتفقد 30 40% من قوتك. علشان كده النادي الاهلي ما بانش بصوره جيده حتى في الشوط الثاني. ليه؟ اختلاف الاجواء، واحد، اختلاف حمل المباريات، اثنين،
السفر والاجهاد ثلاثه يعني اثرت على العمل البدني. يعني شوف انا مش بطلع مبرر للفرقه ان هي تخسر، بس انا بكلمك ناحيه فنيه. أيوه. كراجل مدرب بقول لك الحاجات اللي بتقف قدام المدرب وبتخليه مع لعيبته، حتى يعني انا حتى النهارده مثلا على سبيل المثال انا كنت متفائل جدا ان هيحصل تاقلم شويه في حته ان اللعيبه اللي لعبت المباراه الهلال تقدر تلعب النهارده في الاجواء. انا فوجئت بالسته اللي اتغيروا، السته اللي اتغيروا يعني ما كنتش اتمنى انه يغير سته. المباراه دي مش مباراه مستوى، المباراه انا بتكلم على التاقلم اللي تاقلموه في المباراه وفي الاجواء وفي الظهر اللي احنا بنتكلم عليه. فانا كنت نفسي يعني يقلل التغييرات شويه جوه الفرقه. قصدك ان كتر التغييرات ممكن يساعد يعني مش هيساعد قوي على حته التاقلم والانسجام يعني. بص لا مش الانسجام في الكوره، انا بتكلم في نقطه اخرى، انا بتكلم في الاجواء. انت رحت من اجواء شتويه الى اجواء صيفيه قوي، وبعدين لعبت في وقت ظهر عكس اللي انت بتلعبه دايما بالليل المغرب او بالليل. ده انت عارف بيحصل ايه في الجسم. أي. رقم واحد انت بتغير عادتك اللي هي بتاعت الطعام والاكل. انت بتتكلم على انت بتحول فطارك بغداك اللي هو بتاع المباراه الاساسي بيبقى الساعه 2 وبتاخد سناك الساعه 5، لا انت دلوقتي بتتغير انك انت بتاخد فطار الساعه 11 الظهر صحيح عشان تروح تلعب مباراه زي الساعه 2. فانت بتغير التاقلم. فانا بتكلم على انه لما رحت انت الهلال فاتصدمت بالموضوع ده، فكنت اتمنى ان اللعيبه اللي اتاقلمت شويه ما كانش يتغير منها كتير جوه الملعب صحيح. لانك تعدي المباراه دي بس لحد اما ترجع تاني للاجواء. ويمكن انا كنت بدردش معاك كابتن ايمن قبل الهوا وبقول لك انه لما تروح من حر البرد مجهودك بيزيد 10% او 20% عن على الطبيعي اللي انت في بلدك في البرد في الحر يعني. انما العكس بيقللك كتير، بيقللك 30-40%. فعشان كده التاقلم بتاع المباراه دي كان يجب انه يحتفظ شويه بحته التغييرات جوه الملعب، يخليه على اضيق الحدود علشان النفس الثاني بتاع اللعيبه. يمكن النفس الاولاني خدوه في ماتش الهلال، انا كنت اتمنى انه 2-3 من اللعيبه يكملوا وبعدين تعمل التدوير اللي انت عايز تدوره، ولكن هو اضرب الموضوع. الحاجه الثانيه بقى المهمه، تعال نخش على المباراه نفسها. انت بتتكلم على فرقه عندها نشوه اللي هي اسوان، من يعني ادوا اداء مميز جدا الفتره اللي فاتت، اقل امكانيه، ولكن خلي بالك اسوان من الفرق اللي في البدايه اشتغلت صح رغم اخفاق من وجهه نظره من كابتن ربيع مثلا اول ثلاث ماتشات. لا ده انت ما فيش فرقه تتعامل بالشكل ده ما يكونش ويبقى مردود بسرعه يبقى مردود بسرعه. لا الكابتن ربيع عمل اساس، هو وهيثم عرابي عملوا حاجه كويسه قوي، وبعدين جه كمل عليهم ايمن واشتغل شغل كويس. وحتى اهل اسوان وفرقه اسوان من الفرق، يمكن من الفرق اللي عايز اقول لك الامكانيات اقل، عندها مشاكل كتير. صحيح. تخيل انت كل سفريه كل مباراه ليهم بيسافروا مسافه كبيره جدا. الحاجه الثانيه انت بتلعب فرقه في الناحيه التهديفيه بتاعتها ممكن تكون مثلا ال 11 على الدوري جايبه 18 جول. هم ال 11 يعني مركزهم ال 11 من ناحيه التهديف، اما من الناحيه الدفاعيه فمركزهم متقدم. لا يعني هم في المركز التاسع. مزبوط. يعني تقدر تقول عندهم دفاعهم هو الماينس ما بين التهديف بتاعهم واللي دخل فيهم 2. يعني انت بتتكلم في فرقه ممكن تكون في الوزن بتاعها وبتلعب في الاجواء دي وبالشكل ده ممكن تكون متوازنه. مزبوط. يعني اهدافها اكبر واعلى ولكن مردودها الدفاعي افضل كتير قوي. اما بالنسبه للنادي الاهلي الثاني تهديفيا والاول دفاعيا، انت بتتكلم على النادي الاهلي اللي دائما بيلعب للهجوم، لكن مباراه وباين كمان النادي الاهلي ثلاث مباريات مؤجله. لكن انا يعني انت من الناحيه التهديفيه بيراميدز بيتهيألي اعلى منك بثلاث اهداف، بس هو ناقص ثلاث ماتشات مباريات النادي الاهلي. النادي الاهلي ناقص ثلاث ماتشات، ولكن انت بتتكلم على احوال الجدول في الوقت الحالي. المباراه يعني كنت متخيل ان هيبقى فيها ضغط من النادي الاهلي كبير،
لكن بالتغييرات ده هيبقى في رتم ابطا شويه. يعني انا اتكلمت على انه ما كانش هيبقى في تغييرات كتير، ففي تاقلم نسبي ما بين اجواء واجواء، فهتعمل الضغطه الاولانيه. بطبع الحال النادي الاهلي لازم بيلعب مهاجم دائما، ونادي اسوان هيلعب على الهجمه المرتده، ده العادي. ولكن في الاجواء اللي انت بتتكلم فيها دي، يجب على النادي الاهلي انه يسير المباراه بهدوء. في اوقات يا كابتن ايمن انت محتاج في الضغط والضغط الكبير، الاهلي لازم بيعمله في كل وقت، لكن لما الاجواء تبقى مختلفه عندك يبقى انت لازم تاخد المباراه بهدوء، تقسمها تقسيمه كويسه، لانه نشوه اسوان وتفعل قوي وحته الطموح اللي هم عاوزين يوصلوا ان هم كسبوا نادي الزمالك وبعدين وبعدين النادي الاهلي، فتبقى فيه مشكله كبيره، فتبقى فيه مشكله كبيره بالنسبه له، فيبقى فيه عنده حته الضغط، هيضغط عليك قوي قوي، هيدافع كويس. ولكن لما نيجي نتكلم على الفنيات انا اقدر اقول لك هنتكلم ازاي. كابتن بلال، طبعا نجومنا الكبار اجمعوا على صعوبه الماتش، ولكن ان شاء الله يبقى مفتاح العوده للانتصارات مره اخرى فوز النادي الاهلي النهارده ان شاء الله. باذن الله يا كابتن ان شاء الله. هو صعوبه الماتش يعني تتلخص في ايه؟ صعوبه الماتش تتلخص في حاجتين اثنين بالظبط. الحاجه الاولى التوقيت، تلعب الساعه 3 والملعب طبعا اكيد. الحاجه الثانيه المعنويات. الحاجه الثانيه المعنويات، انت راجع من خسارتين مهمين جدا بالنسبه لك. الخساره الاولى انك انت خسرت المركز الثالث في بطوله كاس العالم للانديه، الخساره الثانيه ان بدايه مشوارك في افريقيا انت خسرت. تمام؟ فدول الحاجتين المهمين جدا اللي ممكن يكونوا فيهم نوع بسيط من القلق، بسيط مش كبير، من القلق او نوع من الصعوبه اللي يخليه عندك صعوبه. لكن المباراه انت النادي الاهلي، الكواليتي بتاعت اللعيبه، الامكانيات، ترتيبك في جدول الدوري، جدول ترتيب الدوري، طبعا الخبرات اللي موجوده عندك، التاريخ دايما انت بتتكلم عن التاريخ طبعا كمان. امكانياتك وقدراتك كابتن ايمن، دي كلها حاجات تسهل عليك الماتش. انت كنت تكلمني قبل كده على حته الارقام، وانت يعني ايه بتدي اهميه كبيره جدا جدا لموضوع الارقام. اكيد النادي الاهلي تقابل مع اسوان 23 مباراه حقيقي، النادي الاهلي كسب 22 مباراه، ما تعدوش في ولا مباراه نادي اسوان كسب مباراه. مباراه كانت اعتقد في الكاس تقريبا، مباراه في الكاس تقريبا على ما دي ماتشات الدوري 97 دي اعتقد. انت بتتكلم على الدوري ولا بتتكلم على اعتقد الدوري؟ كان الكابتن طه بسر الله يرحمه هو اللي كان ماسكهم لو تفتكر. ممكن هم دخلوا الدوري اصلا 90 91، كنت موجود في الهجمه لعبناهم مصر 2-0 او 2-1 بس دي الدوري، بس دي الدوري تمام يعني اجمل انجازات. فطبعا الارقام كلها بتروح لصالح النادي الاهلي، وكلنا بنعول على الارقام في كل الاوقات. يعني عارف كان في احصائيه كده تمام يعني كانت موجوده على كاس العالم للانديه، التوقيت والتاريخ واللعب والارقام بتادي في الاخر لنتائج تمام. بص انا في بعض الاوقات ببقى مع الاحصائيات دي على حسب على حسب الفرقه اللي قدامك. مزبوط. تمام، مش في كل طبعًا. توقيت طبعًا. يعني فاهم قصدي، لكن على حسب برضو الفريق اللي قدامك، الكواليتي والامكانيات والقدرات وقيمه الفرقه اللي قدامك وتوقيت الماتش نفسه طبعًا. اكيد يعني النهارده بس توقيت العصر ده توقيت صعب شويه، يعني خد بالك اللعيبه دايما بتحب تلعب يعني ابتداء من الساعه 6. يعني خلاص انت دخلت في اجواء الليل، مفيش هوا كتير النهارده، ممكن تلاقي الهوا كتير على فكره راك في الملعب، هتلاقي برضو الامور مش احسن حاجه. ارضيه الملعب برضو مفيش اضاءه موجوده، اللعب الصبح ما يكونش اللعيب بقى خد راحته على طول مستعجل، يعني الصبح فطار وبعد كده تاخد شويه تاخد الكافي بريك بتاعك، بعد كده تروح للمحاضره، تمشي على طول على الاستاد، سيستم بيتغير، ما تلحقش تعيش جوه الماتش، فالسيستم طبعا اكيد متغير تماما. عشان كده اللعيبه بتبتدي تحب تلعب تاني من الساعه 6 تمام. يبتدي ياخد راحته، يركز في الماتش، يبتدي يسترجع المواقف بتاعه المباراه، يبص على الفرقه تاني اللي موجوده قدامه، اللعيبه اللي موجوده، كل لعيب في البوزيشن بتاعه. فالنهارده الامور بتبقى مختلفه شويه لما بتلعب العصر يا كابتن ايمن. لكن الكباتن اتكلموا على التغييرات، الست تغييرات، بس انا شايف ان الست تغييرات برضو يعني معظم اللعيبه دي لعبت مع النادي الاهلي باستثناء مثلا مروان عطيه وخالد عبد الفتاح، هم اللي ما لعبوش كتير مع الاهلي الفتره اللي فاتت يعني. لكن التسع لعيبه الثانيه بين فيهم محمد الشناوي، ده كلهم لعيبه اساسيه بالنسبه لفرقه النادي الاهلي. والراجل خلاص اعتاد كابتن الراجل، لا محمد اشرف نزل في المباراه اللي قبل اللي فاتت واللي فات على طول الحقيقه، يعني كان جابها نشط من وجهه نظري يعني. لكن ما ينفعش، هنتكلم في التشكيل ان شاء الله باذن الله، بس بعد اذنك نروح نشوف تقرير عن المباراه ونرجع نكمل كلامنا مع نجومنا الكبار مره ثانيه. انتظروا.
نرحب بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن بلال كنت بتتكلم على بصفه عامه على مباراه اليوم. احيي. فالنهارده اعتقد كمان يا كابتن ان اللعيبه اعتدت على التغييرات. يعني النهارده اخر ست مباريات او سبع مباريات انت كل تشكيل بثلاث تغييرات تقريبا. يعني كل مباراه انت بتغير لعيبه وبتغير الوقت ما بين المباراه والثانيه قليل. فبالتالي انت يعني انت كمدير فني بتفكر في حاجتين. تمام. بتفكر في الموفق دايما وبتفكر برضو في الاصابات الاجهادات. يعني مين النهارده موفق بالنسبه لي؟ تمام ده هحطه في الحاجه الثانيه. طب الاجهادات مين اقرب لانه يبقى مجهد النهارده في مين اللي ممكن لا قدر ممكن يتعور؟ مين اللي بذل مجهود كبير جدا 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 فبالتالي محتاج اغيره؟ انت دايما الضغوطات كمان يا كابتن ايمن بتبقى على الحته في الحته اللي قدام. الضغوطات النفسيه على اللعيب. يعني اللي بيتحمل الضغوطات مين؟ اللعيبه اللي قدام خاصه في الفتره الاخيره. فانت دايما برضو المدير الفني بيفكر في دي، عايز يبقى يشيل حته الضغوط بتغيير اللعيبه على طول. يعني شريف يلعب، كهربا يلعب، بيرسيتاو يلعب، الشحات يلعب، طاهر محمد طاهر يلعب، عبد القادر يلعب. يعني في تغييرات كتيره جدا جدا. بس انا ما كنت اتمناها النهارده يعني تمام بغض يعني عشان ما اخدش في التشكيل عشان تتكلم مع الكباتن ان القندوسي يبقى له دور النهارده. يعني كنت اتمنى طالما انت عملت التغييرات الكتيره دي الست تغييرات تمام كان ممكن بقى تحط اللعيب ده. انا يعني توقعتها على فكره. انا حقيقي يعني انا توقعت النهارده مثلا هيلعب بيه ويرجع لطريقه اللعب التقليديه بتاعه النادي الاهلي اللي بيقدر يفرض سيطرته بيه على الفرق ليه 4 2 3 1 يبتدي القندوسي النهارده مكان مجدي قفشه ويبقى مجدي هو البديل الامثل اللي موجود اللي بيقدر يغير رتم الاداء لما بينزل. لكن هي وجهه نظر المدير الفني واتمنى ان شاء الله ولاعيبه الهلال قادره ان هم يدخلوا في الدوري. احنا محتاجين ندخل في الدوري ان شاء الله. وبعدين عندنا فرقه ياخد بالك المباراه اللي جايه المباراه اللي جايه مباراه صعبه جدا ان شاء الله. بس النهارده كنا اختلاف الاجواء هو بس اللي صعب يا كابتن ايمن من جو وسيستم وطريقه لعب واداء وتحفظ ومجازفه لاداء تاني مختلف وفكر تاني مختلف ونمط تاني مختلف خصوصا بعد البدايه المباراه اللي فاتت ورتم لعب مختلف كمان. صحيح. رتم لعب في افريقيا غير رتم لعب في الدوري المصري. امور مختلف. صحيح. حتى كمان انت لما تيجي تلعب اسوان هتلاقي الاداء مختلف. تلعب هجمه مرتده سريع غير مثلا الهلال عايز يهاجمك وعايز يبقى له دور في الملعب. فانت النهارده برده الاداء مختلف شويه. هتلاقي الرتم ابطا شويه. فتلاقي نفسك يعني محتاج تبذل مجهود كبير جدا عشان توصل لمرمى اسوان. ان شاء الله ربنا يكرمه باذن الله. ان شاء الله النصر النادي الاهلي. كابتن شريف رايك في تشكيل النادي الاهلي النهارده؟ مفيش تشكيل النادي الاهلي النهارده طبيعي وعادي زي ما الكابتن شرحه عمليه التغيير. ولكن انا ليا وجهه نظر كده بسيطه بموضوع مستر كولر والتغييرات الدايمة اللي هو بيعملها في التشكيل. مفيش مدرب في العالم بيأدي لعيب عنده بامتياز او باجاده وبيشيله من الفرقه. دي انا مقتنع بيها تماما. انا اللاعب اللي بفرض على المدير الفني والمدرب ان انا اكون موجود. بمعنى حسين الشحات، احمد عبد القادر. ايوه. تجربه كهرباء قبل كده، انا بتكلم على تشكيل النهارده. ايوه. تجربه كهرباء قبل كده حالة النجاح اللي حصل فيها والحضور اللي عمله خاصة في المباراة الأولى والمباراة الثانية قدام نادي الزمالك. دخول محمد طاهر وبيرتشتاو كويس، والأداء اللي احنا اتفرجنا عليه كويس. أنا من حقي كمدير فني أبحث دايما وهفضل أبحث دايما على الأفضل، على الثلاث نقاط، على التهديف، على زي ما قال بلال الحكايه بتبقى كلها، وكباتن قالوا الحكايه بتبقى كلها في الشكل الامامي يعني. أي. وعندك الـ الشكل الخلفي. انت فرقه هجوميه، احنا عندنا الهداف اللي انا بقول لك النهارده فقدان الذاكره في مباريات واستعاده الذاكره في مباريات تانية. لا، انت النهارده هتلعب مع فرقه هو برده بيبص لفرقه اسوان انها هتلعبك جيم مفتوح. ايوه. انت مش هتلعب بس اسوان على انها تقف لك وتلعب على الكاونتر اتاك بتاعها. مزبوط. لا النهارده انت الشكل النفسي اللي انا حاسس بيه بالنسبه للعيبه النادي الاهلي هيلعبوا مباراه طبيعيه جدا ما فيهاش اي ضغوط من هيلعبوا الفرقه الثانيه 8-1-1 يعني، فاهم قصدي؟ مش هتتلعب كده، ده جيم مفتوح. ايوه. نظرته لمحمد اشرف والشويه اللي هو اشترك فيهم واجاد زي ما الناس بتقول مثلا. ما في حالة إرهاق واضحة على علي معلول، لازم يستريح. عندك مباراة سان داونز بالنسبة لمحمد هاني وعلي معلول أنت محتاجهم طبعا من دلوقتي، بقول لك هم اللي هيبقوا موجودين يعني. فهمتني؟ أيوه. دخول محمود متولي وكابتن
كشف عن حالته، هل هيبقى موجود في سان داونز النهارده اقدر اجربه في مباراه زي ملعب اسوان؟ خدت بالك ملعب صغير وملعب بتاعه يليق على محمود متولي وفي ادائه وفي كل شيء، صح؟ قصدك ان دي سياسه التدوير اللي قايم يعني بيها مستر؟ هو كوية. مش هو مش بيدور، لا هو مجبر على على البحث عن لعيبه فريش. ايوه مش لعيبه مش متهالكه ومجهده واجي اقول له ايه واضغط عليه كمان. الضغط النهارده هيبقى على محمد اشرف فقط. ليه؟ لانه بيلعب مكان لعيب محترف كبير وبنتمنى له النهارده التوفيق دفاعيا اولا وهجوميا بعد كده باذن الله. فقفشه انا بشوف قفشه ده في حته تانية كشريف عبد المنعم، انا بالنسبه لي قفشه ده في حته تانية. ايوه ده لعيب بيعرف يمسك كره ويعمل ايقاع ويحول اداء لعيب ويهدي اللعب ويسرع اللعب وبيعرف يروح يجيب جوال. ويعني انا كسي في القفشه ده لما اجي اتكلم معاه ابعد عن السوشيال ميديا اللي بتصدر للناس ان الجماهير زعلانه من قفشه وان قفشه بعيد وان قفشه ما بيأديش وان قفشه بيضيع اجوان. الكلام ده بيتصدر لنا احنا لزعزعه تقدم الفرقه. ايوه والحاله القويه اللي احنا فيها السنه دي الحقيقه ان شاء الله. وميزه الراجل المدرب بتاعنا باذن الله ان شاء الله الحاله دي تستمر تستمر بإذن الله. ميزه المدرب بتاعنا انه بيلعب قدام الدنيا كلها بشكل هجومي، انا ما شفتوش الحقيقه لعب بشكل دفاعي. أيوة. الا لما بيستوجب عليه ان هو بيبقى عنده الشكل الامثل بتاع نص ملعبه سوليه وديانج وفتحي، ما فيش واحد في العالم ما يحطش الثلاثه دول. وان كان هيغير طريقته من 4 3 3 لو هيغير 4 2 3 1 بيروح عامل ايه؟ بيخلي لك حمدي فتحي حر وفري وبيعمل التطعيم للشكل الهجومي. فانا بالنسبه لي اي فرقه بتلعب في الوقت الحالي من السكواد بتاع النادي الاهلي ده شكل طبيعي جدا، ولازم انا ابقى بقول حاجه واحده بس انا وانت نتكلم فيها وكباتن كلاعيبه كوره، لما ابقى انا كويس وما بقاش موجود هو ده الكويستشن بتاعنا اللي بيسموه ليه انا حسين الشحات يبقى احسن واحد في الملعب مثلا وابص الاقيه عنده وجهه نظر تانية بيخرج وبيدخل بيبحث لمحمد طاهر وبيبحث لبرستاو على الميزات اللي موجوده فيهم ان هو في اي وقت يقدر يخلصني في ال 20 دقيقه اللي انا هغيرهم برضو فيها ما هغيرهم بس بيديهم فرصه في الملعب طلع لي حاجه من اللي انا كنت بقول لك عليها كل لعيب يطلع واحده بس من عنده هو بيبحث في دي في كل لاعب فهو كمدير فني او اي مدير فني في العالم بيتمنى الافضليه لكل اللعيبه مش ما عندوش حب وكره لكن اللاعب هو الاساس في اللعب واحنا كلنا عارفين اللغه دي صح. كابتن اسامه رايك تشكيل فرقتين والفرقتين على الورق نادي الاهلي بيلعب بطريقه 4 2 3 1 نادي اسوان على الورق 4 3 2 1 الاهلي على طول بيلعب 4 2 3 1 يعني حتى المستر كولر لما بيعمل تغييرات بيوظف حمدي فتحي قدام كان بيوظف فتره لما كان بيلعب السوليه وديان كان بيلعب حمدي لقدام الماتش اللي فات بيلعب حسين الشحات في مكان قفشه اللي هو مكان 10 الماتش اللي قبليه في فلامينجو كان بيلعب بيرسيتاو وهو مكان 10 وكان بيلعب شريف قدام بالنسبه للنادي الاهلي وتشكيله التشكيل كلاعيبه لاعيبه جيدين ما حدش يقدر يقول ان هم لاعيبه مش جيدين بس هي الفكره دي من وجهه نظري الشخصيه انه ثبات التشكيل على قد ما بقدر ثبات التشكيل من وجهه نظري الشخصيه برضو لانها وجهات نظر في النهايه بيدي استقرار وانسجام انا لما بلعب مع بلال على طول في خط واحد حتى لو ما فيش تمرين بالذات في الماتشات المتقاربه او يعني مجرد استشفاء تدريب خفيف محاضرات نفسيا خلاص انا فهمت بيعمل السبرنت امتى بيقف امتى في كيمياء خلاص من كتر اللعب فهي الفكره في تغيير اعداد كبيره من اللعيبه مش ان اللعيبه اللي هتلعب قليله او لا او هي اقل من هي الفكره في انسجام الفرقه انسجام الخطوط انسجام الاجناب مثلا في جنب بيلعب بشكل معين جنب بيلعب بشكل معين الخط نفسه خط الظهر مثلا خط الوسط خط الهجوم فهي دي النقطه بس اللي انا بتكلم فيها في انه التدوير والتغيير ما يبقاش بصفه مستمره في كل مباراه
ممكن فترات ويحصل فعلا ان في واحد باين عليه انه تعب. يعني مثلا النهارده لما بتكلم على علي معلول انا مقتنع ان علي معلول يقعد ويلعب اشرف لانه وصل لمرحله واضح انه في تقل في حركته فيلعب اشرف. نتيجه تاخد مباراه محمد اشرف هو عندك مباراه مهمه اللي جايه كمان مباراه مهمه بس دي النهارده برضو مباراه مهمه طبعا واضح لكن مش شرط انها تبقى تكون في عدد خمس ست سبع لعيبه. هي دي بس النقطه اللي فيها وجهات نظر. التشكيل بتاع الاهلي كلاعيبه جيد ولكن احنا بنتكلم بس على عدد التغييرات اللي بيحصل. انا طبعا من الاول بقول ان قفشه في رقم 10 من وجهه برضو نظري هو الافضل في لعيبه النادي الاهلي في المكان ده. حتى وهو قليل في كميه جاريه في لعبه بيعرف يعمل تمريره، بيعرف يسدد التسديده، عنده ثقه في نفسه حتى لو الناس منتظره منه حاجه غير عاديه. احنا شفنا ناس كتير قوي بتلعب في المكان ده في فرقه النادي الاهلي بيأدوا ولكن مش بإجادة اللعيب اللي بيلعب في رقم 10 سواء في توزيع اللعب، في السيطره على اللعب، في التمريرات البينيه. فدي نقطة مهمة. وأنا يمكن اتكلمت على الماتش اللي فات بتاع الهلال وقلت لما اتكلمنا في رقم 10 قلت كان نفسي يبقى قفشة موجود. فأنا شايف إنه وجود قفشة في المكان ده كويس. حاجة تانية عودة حسين الشحات للمكان اللي هو أجاد فيه معظم المباريات اللي فاتت. الماتش اللي فات هو لعب في رقم 10 اللي هو مكان قفشة، لكن هو لعب دلوقتي في الجناح اللي هو في معظم المباريات اللي فاتت كان مميز فيها بالزبط. وكان مصدر الخطورة الرئيسي فرقة النادي الأهلي. أتمنى أحمد عبد القادر أنه تملي بنقولها دي ما يزودش في الكورة. يعني أعرف إمتى هعدي من واحد أو اتنين لأنه هو عنده الإجادة في مواقف واحد ضد واحد، ولكن الكرة مش كده بس. يعني مش ان انا ابقى في مواقف لازم الكرة في رجلي على طول. في وقت بلعب وانا واقف خمس ست لمسات، وبنشوف ميسي اللي هو امهر واحد في انه يعدي من لعيبة مثلا من المنافس او واحد او اتنين، لا عنده بيعمل كذا موقف بيقعد يبص الكرة حتى للي جنبه بثلاث اربع خطوات وبعدين واحدة بيروح عاملها. لكن مش في كل قرار ابقى انا عايز العب جري بالكوره واعدي بنفس الريتم. فلكن وطبعا في المباراه اللي قبل اللي فاتت، يمكن المباراه اللي فاتت بتاعت الهلال ما كانش موفق لكن المباراه قبلها جيد. كهربا كان برده مش موجود بقاله فتره وما كانتش برده مفهومه ليه، لكنه كان بيبقى ليه دور. فالنهارده هو بيستعيد كهربا، اتمنى ان كهربا يؤدي بشكل كويس. بالنسبه لفرقه اسوان كابتن الرمادي بيلعب بتشكيل ثابت على طول. ايوه تغييراته انا شفت معظم ماتشاتهم تغييراته ضيقه جدا، كل اللعيبه هي. حتى كان بيبقى احمد بالحج بدل بلال السيد في نص الملعب وهو ده التشكيل، وكان كاميني او محمد حمدي زكي هو اللي قدام بس كاميني مش موجود، لكن كان بيبقى بالحج وده كان لعيب كويس قوي وكان بيأثر معاهم بالذات في الضربات الثابته والتمريرات البينيه. لكن كل التشكيل هو يعني الرباعي اللي ورا مصطفى واسلام صلاح وكاستيلو وعلي فتحي بيلعبوا معظم الماتشات. ممكن يلعب اسلام جمال، عماد فتحي ورافائيل اياجو وبلال السيد، بس كان بلال بدل بلال السيد كان بالحاج فبيلعب بلال السيد. احمد خالد لعيب كويس قوي بيلعب في الجناح، ومحمد ناجي جده كانوا بيلعبوا على طول، محمد حمدي زكي او كاميني او محمد حمدي زكي يلعب في الجناح. صح. فهو مثبت التشكيل مزبوط. هو عنده ميزه وعنده عيب، بيلعب بضغط شديد جدا وحماس عالي جدا من اول المباراه. ولكن بيجي في الدقائق اللي هي ال 25 دقيقه الاخيره بيقل كتير صحيح. جدا في معظم مبارياته صحيح. فالنادي الاهلي لازم يلعب باصراره زي ما بيهاجم على طول مستر كولر، بس لازم يفهم انه المباراة ممكن ما تخلصش في الأول، ممكن تخلص في الدقيقة 90، لأن أنا بقول لك فرقة أسوان بتيجي في الوقت الأخير من المباراة تملي بالمعدل فنتمنى التوفيق بإذن الله رب العالمين. كابتن عادل، بناء على التشكيلين اللي قدامنا إزاي هيبتدي النادي الأهلي النهارده؟ وهل أيمن عبد الله ممكن يطمع النهارده في الظروف اللي حاصلة للنادي الأهلي ويبتدي يضغط عليهم من البداية على أمل إن هو يخطف هدف مبكر وبعد كده يقفل الملعب؟ لا ما افتكرش انه هيضغط، هو هيدافع
لكن اقول لك انا عندي شويه اسباب، يمكن اربع اسباب او خمس اسباب تقدر او خمس عناصر يقدر النادي الاهلي يكسب من خلالهم النهارده. يعني اول عنصر من العناصر اللي هو تقسيم المباراه على مراحل. ايوه الجو والاجواء والحر والحماس بتاع اسوان، فيجب ان هو ياخدها على مراحل. ده الحاجه الاولانيه علشان يمتص حماس اسوان. الحاجه الثانيه اللعب من لمسه واحده. ليه؟ عشان الجو وعلشان التكيف. اتنين حاجه مهمه، فرقه اسوان بتضغط، عندها انقضاضات كويسه، بتقف الوقفه بتاعتها فيها اخطاء كتير قوي. يمكن الكابتن اسامه اتكلم على اخر ربع ساعه بيبقوا خارج الـ 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 بس هو هل الملعب يسمح انك تلعب الكره مره واحده؟ اه يعني اللمسه الواحده نتمنى. بص يا كابتن ايمن، معنى اللمسه الواحده مش انك كل كره تجيلك تلعبها على طول. أي. انا بتكلم اللمسه الواحده المضطره. ما هو في لعيب الفرود او الطرف لازم ياخد الكره ويروح للعيب ويعدي منه طبعا، لكن انا بتكلم على السمه الاساسيه. اتكلم على عبد القادر الكابتن اسامه، وعبد القادر من اللعيبه اللي لو لعب ونظم حته التعديه او حته الباص هيوفر من جاريو 2 3 كيلو في المباراه وهيعمل انتاج اعلى من كده. ثالث حاجه ودي حاجه مهمه، عدم عمل عمق دفاعي بالنسبه للنادي الاهلي في مباراه اليوم. ليه؟ لانه من صالحهم، هم عندهم التكيف اعلى منك، من صالحهم ان الملعب يبقى فيه مطاطيه، هيبقى فيه مساحات اكتر، هيبقى فيه كم جري اكتر يتعبك. فانت لازم تعمل العمق كده. الحاجه الثانيه الثالثه الرابعه يعني الاستغلال بتاع المواقف الثابته. لو استغليت المواقف الثابته هتقدر تجيب جون واتنين من موقف ثابت، لانه انا بشوفهم وقفتهم غير يعني منضبطه. بمعنى كل حد بيلعب على الكور الثابته في مدرستين، في مدرسه انك بتلعب نص مان وبتلعب مان كامل او تلعب منطقه كامل. ثلاث حاجات دي انت كمدرب بتختار منهم المفترض انك طول السنه بتتمرن عليها. فطول السنه انت بتنتهج نهج واحد، انا بشوفهم بينتهجوا الثلاثه. كورنر بلاقيهم واقفين 6 ياردة كلهم مش ماسك حد، كورنر تاني نصهم ماسك ونصهم مش ماسك. فانت بتتكلم على المواقف الثابته اللي بيعملوها لعيبه اسوان تقدر تستغلها. المهم في الامر بقى، اخر نقطه اللي عاوز اكلمك عليها والمهم في الامر، استغلال اول فرصه ليك. صحيح. دي مهمه للغايه. ليه؟ ودائما بقولها، الانديه اللي اقل منك، مع احترام الاسوان النادي الاهلي اعلى نادي في مصر، عندهم بالنسبه للنادي الاهلي محور واحد، عندهم بالنسبه للنادي الاهلي سيناريو واحد. النادي الاهلي ينجح جيدا انه يغير لك السيناريو بتاعك. بمعنى طول الاسبوع انا بمرنك على الناحيه الدفاعيه والهجمه المرتده، لكن انا ما بضيعش وقتي عشان فرقتي اقل، ما بضيعش وقتي اني انا رغم انه لازم يعملك كمدرب، لكن ما بيضيعش وقته لانه بيلعب على الفرصه الواحده. لو جاب الجون بيزيد دفاع مظبوط، لكن النادي الاهلي لما يجيب الجون هو عايز يغير. صح. في مدرسه من برضو الانديه الصغيره ممكن يكمل المباراه ويعمل الريسك في اخر ربع ساعه توقيت معين. مظبوط. وفي انديه يقول لك لا اعمل الريسك من الاول. المخاطر الاول، ولكن انت بتخرجه من حال لحاله يا كابتن ايمن، ودي حاجه مهمه لازم النادي الاهلي يستغلها. لو العناصر دي توفرت للنادي الاهلي النهارده وعملها بالشكل ده ان شاء الله، اقدر اقول لك ان المباراه هتبقى مريحه للنادي الاهلي. واعتقد ان المباراه ان شاء الله يعني انا كنت معتقد ان هي تبقى مريحه 100%، لكن النسبه قلت شويه بالتغييرات الكتير. ان شاء الله باذن الله كل شيء للنادي الاهلي. كابتن بلال كالعاده دايما بتقول لنا السيناريو الشوط الاول من فرقتين. بص يا كابتن، النهارده يمكن انا متخيل او متوقع يعني النهارده واحدة من ضمن الحاجات اللي ممكن يشتغل عليها كابتن أيمن. ألا وهي النهارده بيلعب النادي الأهلي. خد بالك أنت كمدير فني عشان دايما تثبت إن أنت يعني مدير فني جيد ومدير فني قوي بعد النتائج كتيرة، إنك عايز يبقى النهارده يبقى إيه؟ الشو تايم بالنسبة لك. مظبوط.
تمام، عايز تستعرض النهارده قدام النادي الاهلي، قدام النادي ليك بصمه. فانا اعتقد النهارده ايمن الرمادي يعني اعتقد زي ما لعب بالستايل اللي لعب بيه نادي الزمالك هيلعب بالستايل النهارده مع النادي الاهلي. هو عايز يبين قدراته وامكانياته كمدير فني. هو ما عندوش ازمه في الهزيمه النهارده على فكره لو اتغلب، لان هو موقفه في جدول الدوري يعني موقف جيد مطمئن لحد ما بشكل كبير، مش لحد بشكل كبير، وموقفه مطمئن ونتائجه جيده. طب ايه النهارده اللي ممكن يبرز المدير الفني؟ النهارده الاداء قدام النادي الاهلي. اعتقد النهارده من وجهه نظر الشخصيه ممكن يخش يلعب جيم مفتوح قدام الاهلي من البدايه، من بدايه اللقاء يعني هيجازف من البدايه، يبتدي يضغط عليك كمان من البدايه. يعني النهارده برضو هي مدارس يا كابتن ايمن، خد بالك ومدارس واحتياج النقطه بيفرق كتير مع المديرين الفنيين. انا عايز اشتغل النهارده ازاي، عايز اكسب، عايز ادخل الجيم، محتاج نقطه، ابتدي ادافع، يعني على حسب برضو انت تكوينك ايه في جدول الترتيب. بيلعب على ملعبه وسط جمهوره، عايز يستعرض قدام فرقه النادي الاهلي، فبالتالي انا اعتقد من البدايه هيبتدي يهاجم، يعني يبتدي يهاجم النادي الاهلي دي من البدايه. أيوة. خد بالك، ودي سلاح ذو حدين، يا اما النهارده انت هتقدر تستغل الكلام ده لان هيتاح ليك مساحات زي ما الكباتن اتكلموا وقالوا انك انت النهارده في بعض اللعيبه لما تتاح ليهم الفرص والمساحات المفترض نستغلها بشكل جيد من بدايه المباراه. صحيح. طب هل لو فرقه اسوان ابتدت تضغط من بدايه اللقاء، هل احنا ممكن نتراجع؟ تمام، ويبقى احنا بنشتغل في مساحه كبيره هجوميا مش دفاعيا. الامر كده يعني، بس انت دايما كنادي اهلي انت اللي بتفرض اسلوبك من البدايه. طبيعي ده انت اللي تضغط على اسوان من البدايه. انت المباراه اللي فاتت انت ما قدرتش تفرض اسلوبك. لو تفتكر انا قلت لك امتى الاهلي ممكن يدخل المباراه، يدخل الجيم. مظبوط. تمام، النهارده كابتن ايمن انت مطلوب منك انك تخش الجيم ومن بدري جدا جدا جدا. اولا استعاده الثقه، صح، جوه الجيم نفسه. خد بالك، مش استعاده الثقه بتاعت المباراه اللي فاتت، انت عايز تستعيد الثقه جوه الجيم نفسه، السيطره على المباراه، العوده لاجواء الدوري العام. برضو ممكن تاخد شويه وقت، الامور مختلفه شويه. انت هنا اللعيبه حافظاك، حافظه طريقه لعبك، حافظه قدراتك وامكانياتك. تمام، هتلاقي اللعيبه بتغلس عليك شويه، هتلاقي اللعيبه بترخم، هتلاقي بعض الوقت الحماس شديد جدا جدا طبعا. جدا جدا اظهار وقدرات اللعيبه قدام فرقه النادي الاهلي ده موضوع تاني. خد بالك، ماتشنا معاهم في القاهره كان ماتش صعب، ما كانش ماتش سهل. لو تفتكر المباراه كانت نهايه صعبه، وهم برضو ضيعوا في الاخر، جت فرصه في العارضه تقريبا او حاجه زي كده. فالنهارده المباراه برضو مش سهله، مباراه صعبه، مباراة صعبة، لكن انت تقدر تسهلها لو ابتديت تتعامل مع المباراة بذكاء النهارده. من البداية مطلوب من لاعبتنا النهارده خاصة في الخط الامامي ان احنا نتعامل بذكاء شديد جدا 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 مع المباراة النهارده. الفرص والمساحات ممكن تتاح النهارده لعيبه النادي الاهلي، ازاي تستغل الفرصة وازاي تستغل المساحة. انا ما اعتقدش ان الاسوان هيبتدي يقفل ويسيبك تشتغل، لا، انا ممكن من بدايه الجيم اعتقد ان هو هيبتدي ممكن يلاعب النادي الاهلي، يبتدي يشتغل. انهاء الهجمه بايجابيه على المرمى واحراز هدف يتطلب ايه من الفراوله؟ يتطلب التركيز يا كابتن عادل، التركيز. يعني احنا النهارده احنا مشكلتنا في الناحيه الهجوميه التركيز. التركيز وبعض الاوقات القلق شويه بتبقى وانت رايح المرمى عايز تخلص الكوره بسرعه، مستعجل انك تخلص الكوره بسرعه. ده قلق. يعني احنا انت النادي الاهلي في بطوله الدوري العام ممكن تتاح فرصه واثنين وثلاثه واربعه، مش بس فرصه واحده. في افريقيا ممكن نقول لك فرصه واحده لازم تركز فيها، تمام، لكن في الدوري العام ممكن تتاح فرصه واثنين وثلاثه واربعه. اذا كان في كاس العالم اتيحت فرص وركلات ترجيح واحضرتها وكان ممكن تخرج وانت كسبان المباراه كمان. فالنهارده انهاء الهجمات يتطلب من لاعبتنا مركزين كويس جدا، نبقى هاديين قدام المرمى، نبقى عينينا شايفه زي ما الكباتن اتكلموا. انت في بعض الاوقات انا ممكن ابص للكابتن شريف، ابص للكابتن اسامه، انا ممكن اشتغل انا فردي. تمام، انك تعرف الفرقه اللي قدامك امكانياتك وتقلقه وتخوفه منك. يعني انا النهارده في بدايه الماتش زي ما اتفقنا قبل كده، النهارده لازم اللعيبه تبقى قلقانه منك، لعيبه اسوان تبقى قلقانه منك، يبقى قلقان يهاجم. ايوه، ما هو انت النهارده لو انت النهارده اشتغلت النهارده بقوه واشتغلت بتركيز وابتديت تروح على المرمى وابتديت تشكل هجمات خطر من بدايه اللقاء وترقص وتروح تعمل عرضيات، هيبتدي هو لو عنده نزعه هجوميه هيقلق، هيخاف. مزبوط. فبالتالي هيكش، هيديك سيطره على الماتش النهارده. توفيق للاهلي ان شاء الله النهارده باذن الله. اتمنى تسجيل هدف من بدايه الشوط الاول عشان خاطر المباراه يبقى ليها شكل مختلف ان شاء الله لعيبه النادي. اتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله لتحقيق الفوز من بدايه المباراه. هنروح لفاصل، نرجع لحضراتكم بعد نهايه احداث الشوط الاول، انتظرونا.